أعلن محافظ الشرقية خالد سعيد أن إجمالية كمية الأقماح المحلية المواردة لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 523,117 طنا و131 كيلو قمح. وأشار المحافظ إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 150 طنا و387 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة، لافتا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغ 381,846 فدانة. أضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشؤون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها الأقماح الجديدة.